طبعا زينب، هي الفقرة رح نحكي فيها بالتفصيل عن أحد الأمراض الشائعة والمنتشرة بشكل كبير، وكثير من الأشخاص يمكن ما بيعرفوا قد ايه في علاقة وثيقة بين طريقة التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة كمان بطريقة صحيحة لحتى نعيش حياة سليمة خالية من الأمراض. رح نحكي اليوم بالتفصيل عن القولون العصبي اللي يعتبر من الأمراض المنتشرة بشكل كثير كبير بين الناس. بتتأثر حدة الألم بهذا المرض بحسب الأطعمة يلي بتناولها الشخص، مثل ما بنعرف البقوليات يمكن أكثر أنواع الأطعمة يلي بتسبب له الألم. رح نحكي أكثر عن أهمية النظام الغذائي والرياضة، ونستقبل أكيد غيث عدرا مدرب رياضي. بدنا نقول لك صباح الخير كوتش. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك كوتش. يعني عم نحكي عن موضوع كتير شائع، أغلب الناس ما عندهم قولون عصبي أو قولون عصبي مثل ما بنقول. خلينا نحكي عن طبيعة الأغذية قبل ما نبلش بيه، يمكن الرياضة المناسبة لهم ليتخلصوا من البطن المنفوخ مثل ما بيقولوا له. شو هي الأغذية المناسبة للقولون العصبي؟ شو لازم يبعدوا؟ شو لازم يركزوا؟ هلا بالبداية بس حتى ننوه على فكرة إنه بدنا نشوف نحن السبب الأساسي عن موضوع القولون العصبي، يلي هو دائما عم يكون عامل نفسي عند كثير من الناس، أو هي الشائع عند الكل، ما عم يكون سببه الأكل يعني بالتحديد، عم يكون سبب مثلا ضغوط نفسية عم تسبب عند هذا الشخص هي مشكله القولون العصبي. الاغذيه اللي هي دائما مثلا هذا الشيء اساسي حتى يبلش العلاج، يعني لازم يبلش العلاج من هي النقطه اللي هي نحن نظبط الغذاء. هلا الاغذيه رح نحكي عن المسموحات والممنوعات، بس كمان رح نحكي بشيء كثير مهم، انه هي الشيء رح نحكيه نحن للعموم، ممكن يكون هذا الحكي يتعارض مع حدا، هلا بنشرح كيف الطريقه. اهم شيء اول شيء رح نبلش بالممنوعات اللي هي بشيء اساسي، كل مشتقات الحليب واللبن او بسبب وجود اللاكتوز بهي الاشياء، كل الاطعمه الدسمه او كل الفاست فود، كل انواع المعجنات بشكل اساسي، كل انواع البقوليات، لسه عندنا كل انواع الحلويات، هذا شيء كثير مهم. كل هي الاشياء اللي بناكلها مثلا شيبسات بسكويتات، هي الاشياء اللي بسموها قرشات وهيك، هي ممنوعه 100%. بعض الخضروات مثل القرنبيط، الفجل، الثوم، البصل اللي بتسبب غازات، هي يعني هي بتسبب له كارثه للشخص اللي معه قولون عصبي. هذا الحديث بالعموم. رح نحكي كمان عن المسموحات. مثلا المسموحات هي لازم نعرفها، انا حسيت كل الاكل صار منه. لا لا اي، لانه هو عن جد كثير شيء حساس، عرفتي؟ هلا هو اكيد رح يرد يرجع ياكل هدول الاشياء بس يتخلص من هي المشكله، تمام؟ المسموحات اللي نحن بنقدر ناكلها كل انواع اللحوم بشرط انها تكون مسلوقه حصرا، وخصوصا لحوم السمك. عندنا كل انواع الخضروات المطبوخه شيء كثير منيح ومفيد لهي الاشياء. كل شيء فيه الياف حتى يساعد او يسرع عمليه الهضم. وموضوع الزهورات مثلا او المشروبات مثل الزنجبيل، النعناع، هي الاشياء اللي بتنشرب. حدا بيقول الكمون والليمون كثير بيريح. كل شيء مشروبات، بس بشرط ما تكون كثير بارده وما تكون كثير ساخنه، لانه رح تسبب له مشكله من الاساس، هو عنده مشكله، فاذا رح نعطيه شيء ساخن حتعمل له مشاكل بالهضم. هذا الحديث للعموم، بس مثلا في ناس ممكن يكون عندها مثلا بالاساس مثلا معه حساسيه وصار عنده قولون عصبي، فما تنفترض معه حساسيه مثلا من اللحوم، فهذا الحديث صار بده شيء اختصاصي بالتغذيه حتى يفهم شو بده يعطي، لانه رح يمنعه عن اللحوم لانه عنده هي القصه، بس كمان بده يضطر يلاقي له مصدر ثاني للبروتين. بس نحن ما فينا نجي نحقد، لانه في حالات كثير بدنا نجي نحكي فيها، بس نحن عم نحكي بالعموم. فهدول الاساسيات، ولسه في شغله كمان سيد، هي الناس كمان عم تحملها، موضوع البهارات بالاكل كثير عم تسبب مشكله، وموضوع الماكولات الحاره كثير هذا الشيء، وحتى المأكولات اللي كثير فيها حلو كمان، مو ضروري يكون مثلا إذا حدا حكتر عسل باليوم كمان رح تسبب له إزعاجات بهذا الموضوع، فهي بالعموم المسموحات والممنوعات. تمام، طيب كوتش خلينا نحكي عن التمارين الرياضية، في تمارين رياضية خاصة يمكن للي بيعانوا من القولون العصبي أو لكل أنواع الرياضة هي بتخفف عنه؟ هلا دائما ممارسة الرياضة هي الحل لأي مرض، تمام؟ بس الموضوع القولون العصبي فيه مشكله كثير كثير لازم ننتبه عليها، انه نحن لازم نمارس رياضه ما تكون مجهده. مثلا عندنا الجري من المحرمات للقولون العصبي، هي الناس بتهمله بتروح تعمل جري الصبح، هذا شيء كثير كثير صعب، لانه نحن بدنا نبعد عن اي رياضه بتضغط على جدار المعده، تمام؟ لانه نحن بدنا نريح هي المنطقه، فنحن ما لازم نمارس رياضه الجري، لانه اي حدا بلش يعمل جري فهو
يعني اجباري عنه بلش يبذل جهد ويسبب ضغط على جدار المعده. مشي السريع ممكن يكون مقبول، البسكليت ان كانت بالنادي او ان كانت طبيعيه منيحه بس بشرط ما يبذل جهد. تمارين المقاومه اللي بتتمارس بالنادي منيحه بس كمان بشرط ما يكون في جهد. تمارين السويدية، تمارين المطمطة كثير منيحة. فيه مارس تمارين منزلية لأنه أي تمرين منزلي ما راح يوصل فيها جهد عالي. هاي الأشياء أساسية بهذا الموضوع. عدا عن ذلك مو بس حتى هو يتحسن عنده جسمه، هي راح تساعده عملية الهضم لأنه بس واحد مثلا يمارس بسكليت عملية الهضم كثير بتصير عنده منيحة، أو مي أو مثلا عملية الخروج تحسن عنده الموضوع الأمعاء. لسا عندنا مثلا في تمارين يعني مسموحه ومو كثير، هي مثلا التمارين الايروبيك والزومبا عم مثلا بشرط نعمل برتم بطيء لانه هي الاصل تمارين سريعه. تمام. فنحن لازم نمارسها بياخذ فائده منها اذا كان برتم بطيء ممكن؟ ايه بياخذ فائده اكيد، بس نحن بالنهايه هو بهي اللحظه ما عم يلعب رياضه بس حتى يظبط جسمه، عم يلعب رياضه حتى يعالج هي المشكله الطبيه. تمام. بس يتخلص منها بيرجع بيمارس الرياضه بشكل طبيعي. تمام. طيب خلينا نحكي، معناتها تمارين المعده ممنوعه؟ لا. تمارين المعدة ايه ممنوعة ومسموحة، بس كيف؟ مثلا في تمارين للمعدة، مثلا في تمارين للمحترفين، في تمارين للمبتدئين. حتى لو هو كان شخص محترف هو بيعاني من انتفاخ بالبطن، يعني هي كتير شائعة عند خاصة طبايب بتضايق منه. تمارين المعدة حتى لو هو محترف وقت بده يصيبه قولون عصبي لازم يرجع لتمارين المعدة للمبتدئين، يلي هي مثلا بتنعمل مثلا عجزين مثلا، في تمارين مشتركة بين الجزئين، هي ما لازم مارسها مثلا، بمارس تمارين الجزء العلوي لحال، الجزء السفلي لحال، الجوانب لحال، وكمان بدون ما يصير عنده أي جهد، لأنه أي شيء بيرد بالك، أي شيء بيضغط على منطقة البطن رح يسبب له مشاكل. تمام. هلا مثل ما تفضلت وحكيت إنه هي الرياضة بتساعد مرضى القولون يمكن على عملية الهضم، فينا نفهم من هذا الحديث إنه ممكن اللي معهم قولون عصبي هضمهم بيكون أقل من الأشخاص اللي ما بيعانوا من القولون ويمكن بيكسبون وزن زيادة، خلينا نحكي عن هي النقطة بالتفصيل. هلا بداية شو ما حدا، نحن أنا كوتش ما عم بحكي شيء طبي أو علمي، نحن عم نحكي شيء اللي من يعني عم نحتك فيه مع اللاعبين اللي عم يجوا لعنا. ايه هي هلا اعراضه او الشيء اللي عم يصير، مثلا بتيجي لعنا صبيه انه ليك انه انا علي بطن، طيب لا انت هاد ما له بطن، يعني ببين البطن اللي فيه دهون من النفخه. نعم. فعم يصير دائما مشكله بهذا الموضوع، او بجوز تلاقي حدا جسمه ظريف بس كمان عليه هي النفخه، طيب انه ليك انا علي بطن، لا انه هي نفخه واضح هذا الشيء بشوفه الكوتش، عرفتي؟ فعم دائما عم يصير مغالطه بهذا الموضوع، فلازم كثير نعرف نحن اللي موجود هي النفخه عندنا هي نفخه كولون ام هو عن جد بطن ناتج عن دهون. طبعا هذا الموضوع كلهم قولون، ما حدا حيقول لك غير كلهم رح يقول قولون. تمام. بغالب الناس بيقول لانه نحن اخر منطقه بتروح عندك لتكوني عم تعملي مثلا تنشف لمنطقه البطن، اخر منطقه بتروح المعده السفلى، فدائما اي حدا عنده معده والله قولون والله نفخه. ايه فهذا الموضوع دائما عم هلا هو علميا او كل الدراسات العربيه والاجنبيه بتقول انه الذكور والاناث بينصابوا فيه بمعدل متساوي. بس عندنا نحن وخصوصا بسوريا عم تكون عند البنات اكثر من الشباب، ما حدا هلا عارف شو السبب لحد هاي اللحظه. حساسين اكثر، حاله نفسيه هو حاله نفسيه كثير، لانه البنت عندنا بجوز عندها ضغوطات، ما بعرف شو التحليل النفسي لها، بس دائما عم تصيب البنات اكثر. السبب الرئيسي برد بالك لهذا الموضوع هو التفكير الزائد باي قصه مهما كانت، يعني هلا نحن حتى لو زبطنا الاكل وحتى لو زبطنا الرياضه اذا ضلينا عم نعمل نفس القصه ما رح نستفاد شيء، يعني بمعنى مثلا انا عم توجعني ايدي مثلا من اني مثلا بمسك الموبايل كثير، فبصير باخذ دواء حتى يريح لي ايدي. طيب ضليت عم بمسك، انا ضليت عم بمسك الموبايل، فانا ما عالجت المشكله، انا عملت مسكن، بس هذا شيء غلط، انا لازم حل المشكله الاساسيه حتى ارتاح من هي القصه. ونفس الموضوع انا عم فكر بشيء ايا كان يكون، ما فينا نحدد شو هي الحالات اللي الناس عم تفكر فيها، بس احنا لازم نبعد عن هذا الشيء اللي عم يزعجنا، نلاقي له حل، نغيره، نعمل تغيير جذري بهذا الموضوع النفسي، لانه برد بالك شو ما عملت معه انا رح اكون عم اعمله بس تسكين لهذا الشيء اللي عم يزعجني. فدائما لازم اركز على هذا الموضوع بشكل كثير اساسي. موضوع الاكل مفيد بس لازم تكون كثير معتنيين فيه وخصوصا بشكل دقيق، لانه عم كثير يصير عم مغالطات، يعني مثلا في ناس مثلا بتكون عم تاكل نوع محدد من الاكل، بتشوف مثلا انا معي كولون عصبي هو معه كولون عصبي، بس انا بالنسبه لي ممنوع لان انا عم يعمل لي حساسيه معينه من شيء ثاني،
عرفتي؟ تمام. هي الاساسيه. بس انه هي الحميه بدها تكون مدى الحياه، يعني لا مثلا كثير في ناس انه ما فيها ما تاكل مثلا برغل بحمص، برغل ببندور، هدول الاكلات الشعبيه السوريه، يعني قلت لك انه ايه اوكي، حتى البقوليات البقله وهالقصص ما فيها ما تاكلهم، يعني انه في نسب محدده ولا ممنوع من عن باتا؟ نحن بدي اقول لك بس لحظه تخلص من الموضوع، لهو بنهايه مرض ما متلازمة انه رح تضل معه كل حياته، فهو بجد بيرجع بياكل هدول الاكل لحظه ينتهي من هي المشكله. كيف رح ينتهي فيها؟ بس نعالج الشيء النفسي اللي عم يزعجنا، وبس نمشي بنظام تغذيه طويل الامد. يعني ما في يجي يمسك مثلا حمي 15 يوم ويقول انا خف، انت رح تكون حليته هلا، بدك تطول بالك مثلا تصبر على حالك شهرين وثلاثه حتى تشوف انه انت عن جد تحسنت، عن جد خلصت من هي المشكله. طبعا هذا الموضوع لازم يكون دائما متلازم مع موضوع الرياضه مثل ما حكينا. الدخان او التدخين ممكن ياثر كمان على القولون؟ اساسي الدخان والارجيله كثير، لانه هن كمان من الاشياء اللي بتسبب غازات، عرفتي؟ تمام. حتى الاشياء اللي بتسبب مثلا اسهالات وامساكات اثنين مع بعض، يعني بتسبب كثير اسهال وبتسبب كثير امساكات، هي كثير محرمه لهذا الموضوع. ولازم يعني لازم يكون عم ياخذ، لازم كثير يعتمد حتى على اي طعام يكون فيه مثلا الياف حتى تساعده عمليه الهضم، عرفتي؟ بدي اقول لك بالخضروات المطبوخه، لانه في خضروات مثلا طازه بس ما بتفيده، بتكون عم تسبب له مشكله، بس وقتها بتنطبخ بتحول بتغير التركيب الكيميائي لهي الخضره فهو بيصير قادر. تمام. طيب شو هي الاخطاء الشائعه اللي عم تشوفها عن مرضى الكولون، وخاصه انه الهم هو الشكل، ما همهم بس انه التخلص من الاخطاء؟ يعني هي مثل ما حكينا اول شيء، انه بيجي لا انا ما معي كولون عصبي، انا عندي بطن، انه مثلا يا صديقي انت عن جد عندك نفخه واضحه، طيب راجع الدكتور، لا انا براجع الدكتور، هو بيكون ما له مراجعه ولا شيء، هو بيكون عارف انه عنده كولون عصبي، بس بيقول لك لا بينحل بالتمارين، بس بيكون هو بالمقابل لساته عم يخالف في الاكل، لساته هي القصه النفسيه عنده عم تزعجه. فنحن دائما لازم انه يعني بعد عن هاي الاشياء، والاهم من هيك مثلا بتجيكي ناس مثلا بتعملك صنف واحد من هدول، بينسى المشكله النفسيه وبينسى الرياضه مثلا وبيمسك الاكل، لانه انت رح تعالجها من جهه وحده ما رح تنحل معك هي القصه، انت دائما لازم تكون عم تشتغل هدول الثلاثه مع بعض، وعلى مدى بدك تطول بالك، لانه بالنهايه هذا مرض، يعني واحد ممكن يصيبه مرض يضل ملازم سنين. والاهم من هيك اللي عم يصير مثلا شو اسباب مرض، بيجي حدا بيقول لك انه انا ما عندي شيء نفسي عم يزعجني، بس شو ممكن يكون معه؟ مثلا ممكن يكون معه مثلا مرض ثاني، ديسك مثلا، هو هي الديسك ذات نفسه ما دخله بالكولون العصبي، بس هو عم يحصر تفكيره بهذا المرض، تمام؟ فصار يعني صار لازم يعالج الديسك او يبطل يفكر فيه حتى يرتاح من هي الحاله النفسيه، عرفتي؟ يعني الشيء النفسي هو اساس الاصابه بهذا اساسي بس مثل ما قلت لك، احيانا ممكن يكون في شيء بالشغل عم يزعجني، واحيانا ممكن الواحد هيك عايش لوحده ما عنده ضغوط ولا شيء، هاي الاحساس عم يعمل له هاي المشكله، فبده يشوف السبب الرئيسي النفسي لهذا الموضوع، تمام؟ اكيد. يعني كوتش اكيد بدنا نقول لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وكل الاكلات اللي بدك تحرمنا اياها كمان، وشكرا لك. اهلين اهلين. شكرا لك كوتش. هلا صباح النور.